الآليات الاجتماعية والقانونية لحماية الطفل من انتهاك حقوقه واستغلاله في العالم الرقمي، خاصة ما تعلق بجرائم المساس بالحرمة الجسدية للأطفال، مسائل كانت محل نقاش ملتقى دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. اللقاء الذي كان فرصة للإعلان عن استحداث خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا، آلية من شأنها الحد من مخاطر الاستعمال السيء لشبكة الإنترنت على هذه الفئة. آلية جديدة نحن في إطار تحضير لها إن شاء الله هي خلية يقظة لحماية الأطفال من كل مخاطر اللي ممكن تهددهم عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال. هي فرصة دائما نذكر أنه العمل مع الأطفال هو عمل جماعي، عمل يتطلب تنسيق كل جهود المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وتمكيننا احنا أيضا في الهيئة الوطنية أننا يتم إخطارنا من كل مواطنين. احنا دائما نعود نذكر بأهمية الإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل. إلى جانب الآليات المعمول بها ميدانياً لضمان حماية الطفل من مختلف المخاطر على غرار الرقم الأخضر والمنصة الرقمية المخصصة للإخطارات، تعمل الآليات القانونية والقضائية السارية المفعول بشكل صارم على معاقبة كل أنواع العنف ضد الأطفال وحماية حياتهم الخاصة، وكذا منع استغلالهم الرقمي بأي شكل من الأشكال. الإطار القانوني والقضائي هو يعني موجود في حماية فيما يخص حماية الطفولة من جرائم متعلقة بالفضاء السيبراني، ذلك يعني نجده في قانون العقوبات، أصلا قانون حماية الطفل 15-12 لنص بالخصوص على جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفل، حتى أنه في المادة 2 فيه اعتبر كل طفل ضحية الاستغلال الجنسي هو الطفل في خطر، وبالتالي الحماية القضائية نتاع الطفل راهي متوفرة. قاضي الأحداث يتدخل لحماية هذا الطفل حتى أنه القانون منح له يعني إمكانية التدخل تلقائيا في حالة وجود الطفل في خطر. حماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت رهان يتحقق بتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين ونجاعة الترسانة القانونية، إلا أن الحلقة الأقوى تبقى وعي الأولياء بأداء دورهم في الرقابة واليقظة وتبني سلوكيات الأمان للنأي بأطفالهم عن خطر المتربصين.